وهي اختي مكملت القرايه ديالي. هذه اكبر غلطه درت في حياتي كامله، الحمد لله ونشكر انني ما درتش حاجه خايبه. فهمتي يعني هذاك الشيء اللي انا ما ما طبقتوش، يعني داك الشيء اللي بغيت في القرايه انا كنحاول كنديرو مع وليداتي، يعني كنحاول نقريهم ونحاول هما يوصلوا في عوض انايا باش يفرحوني. فهمتي هذا هو نقول لك اكبر غلط، ما زعما شي حاجه اخرى درتها. كنحمد الله ونشكر يعني من يومنا هذا، يعني الحمد لله غدا في طاعة الله، نحمد الله ونشكره. وهذا الشيء اللي كاين يعني سير كاتريام حد يحد كاتريام وحسست نقدر ندير شي حاجه. عندي انا تكوين، ندير مدرس، عندي ديبلوم، عندي شهاده، عندي مدرس، ديال رومي، ديال بلدي. ولكن كون كملت قرايتي كانت يعني بزاف الحوايج غادي داروا. فهمتي دابا يا كتشوفي انك بزاف الحوايج بغيتي توصلي ليهم ولكن ما عندك حد النيفو باش توصلي. هذا ما كان المهم انا داكشي اللي ما درتوش كنطبقوا في وليداتي. هذا يعني هذا هو اكبر غلط. اما باش نقول لك ندمت، الحمد لله كنشوف وليداتي كنقول الحمد لله داكشي اللي ما درتش انا غيديروه ولادي. هذا اللي كاين. نطلب من ربي كاع يعني اي وحده انها يعني واخا تجوز صغيره تكمل قرايتها، حيت انا ما كملتش قرايتي حيت تجوز صغيره، داكشي علاش. ومنادماش صراحه، منادماش الحمد لله. قلت لك انا كنطلب من الله سبحانه وتعالى يخلي لي والديا هي اول حاجه، بالاخص بابا بزاف وماما. وكنشكر بابا بزاف 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 بزاف، والله خلي وليداتي. اكبر غلط اخويا درته في حياتي هو انني كذبت على واحد الدريه غير باش بعد مني، قلت لها راه تزوجت صراحه، ولكن واحد المده بقى فيا الحال صراحه ما كذبش عليك، ولكن ديك اللحظه سقات فيا داكشي علاش الله يسمح لينا وصافي. ندمش حيت كما قلت لك ديك الوقيته جات في ديك الفرصه حاولتي سقات فيا وما مرتاحش ديك النهار، شي ما عنديش اللي كاري لا ما كنقلبش عليها اخويا اش بيني وبينه صافي اللي عطى الله عطاه صافي. الصراحه اكبر غلطه درت في حياتي، كنت وعدتني المدام ناخذ لها واحد الكادو ولكن ما توفقش باش ناخذ ليها. بالنسبه لي كنعتبر هذا هو اكبر غلط، هذه اكبر غلطه ولحد الان راه باقا كتلومني عليها، كتقول لي كنت كتبغيني مع كن وفيتي بالعهد. كادو بسيط يعني ماشي المهم الكادو يكون مهم او مهم، بعدا على الاقل بعدا كاينات بقى فيها الحال حيت ما وفيتلهاش ما وفيتش بالعهد اللي كنت عطيتها ما كليتوش، ولكن ما الوقت ما سمحتش لي باش ناخذ لها التليفون. هذا هو اللي كان.